أريد أعقب على نقطة أن السياسة تتدخل في كل مفصل من مفاصل الحياة، فمن نريد أن نفسر السياسة وتدخلاتها في المحاور الأخرى. نرى أن هناك سياسة مالية وسياسة اقتصادية وسياسة أمنية نعم وسياسة رياضية وسياسة اقتصادية، كل مفصل من مفاصل الحياة تتدخل به السياسة. أما ما تطرقت إلى جنابك وسؤال جنابك بخصوص لو أصبح هذا الأمر معاكس ومغاير نعم وأصبحنا نحن من، أو ما هو موقف العراق من مثل هذه الأمور أو هذه الفرصة، أعتقد أنه العراق أيضا يجب أن يطلب بنقل المباراة من الإمارات لو أصبح هذا السيناريو هو السيناريو الواقعي. كنا نقف مع أن ينقل العراق مباراته من الإمارات إلى منطقة أخرى، لكن هنا هو ما هو السبب من أجل انا بدي المضي اتحدث المضي به مثل المنظمات عفوا. القاريه نعم والدوليه راح تستجيب للعراق مثل ما استجابت يعني للامارات؟ خلينا نكون صريحين اليوم، بما أنه البلد مهدد وبلد غير آمن وبلد غير مستقر نتيجة الطبقة السياسية التقليدية اللي إجتنا من 2003 إلى الآن، نعم اللي خلت الوضع بهذه الصورة وخلتنا قرارنا الدولي ضعيف، قرارنا الإقليمي ضعيف، قرارنا مع المناطق والدول المجاورة للعراق ضعيف، فبالتالي لا ما ممكن أن تستجيب إليك لا المنظمات الدولية ولا المجتمع الدولي ولا أيضا الاتحاد الآسيوي ولا الاتحاد الأوروبي ولا الاتحاد الدولي لكرة القدم، على اعتبار أنه الموقف العراقي في هذا المحيط هو موقف ضعيف، والسبب الذي أوصل الضعف في الموقف العراقي أو أوصلنا إلى هذه المرحلة هو الطبقة السياسية الحالية طيب التي لم تستطع أو لم تنجح في أن تعيد العراق إلى مكانته الحقيقية في المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. طيب يعني